سمر، وصلنا على مساحتنا، مساحة الطاقة أكيد اللي رح تعطينا حيوية. موضوعنا اليوم عن الفانك شوي. شو هو الفانك شوي يلي بيقولوا له طاقة المكانة؟ أكيد تفاصيل كتيرة حنتحدث عنها مع ضيفتنا غالية البغدادي. يسعد صباحك يا غالية. يسعد لي صباحك حبيبتي، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد لي صباحك حبيبتي. الموضوع كتير مهم، طاقة المكان. امبارح أنا ورفقاتي كنا قاعدين عم نحكي عن طاقة المكان، إنه البيوت عتبات، إنه هذا البيت بيعطينا حظ، بيعطينا خير وشي كتير حلو. بنلاقي ببيت تاني، إذا انتقلنا على بيت تاني يمكن كل حظنا ينقلب. خلينا نحكي عن طاقة المكان، وهل هذا الشي فعلا موجود وبيأثر على حياتنا ولا لا؟ أكيد طبعا إلى حياتنا، وحكيتي نقطة كتير مهمة إنه إذا كنا ببيت وانتقلنا على بيت. هلا كتير مهم إنك أنت تعرفي طاقة الأشخاص اللي كانت موجودة بالبيت قبل. يعني هلا أنت اشتريتي بيت مثلا مسكون، حلو إنه ناخذ فكرة بسيطة عن الأشخاص، مثلا كيف كان وضعهم أو حياتهم أو كيف كانوا عايشين، لأن صدقيني طاقة المكان أو طاقة الأشخاص بتضل موجودة بالمكان وإلها تأثير كتير كبير علينا، نحن ما بنحس فيها، يعني بتضل موجودة بالجدران حتى. فنحن لازم اول ما ندخل على بيت، من زمان يمكن اذا بتتذكروا كانوا ستاتنا يقولوا لك فوتي شقفه زريعه وهالقصص، بالفعل هي شغله كثير مهمه. تماما، بس انا اول شغله بقولها لما انا بدي ادخل او بدي انتقل على بيت جديد، اول شغله لازم البيت كله يتنظف بمي وملح. يعني انا اشطفه للبيت تمام بمي وملح، حتى الجدران تتنظف بالمي والملح، لانه ما في شيء بيكسر الطاقه السلبيه تبع الاشخاص اللي قبل غير المي والملح. الشيء الثاني البخور، في عنا نوع من البخور اللي هو خشب الصندل. خشب الصندل كتير من الأخشاب أو من الأعواد اللي هي كتير مهمة بتكسير الطاقة السلبية الموجودة بالمكان. فحلو أنه أنا بعد ما نظفت هالبيت ارجع اعمل له تبخيره، فانت هون بتكوني ضمنتي تمام انه طاقه الاشخاص شو ما كانت، ان كانت مرض او طاقه سلبيه او اي شيء، انت ضمنتي انك فتي على مكان نظيف طاقيا، فينا نقول يعني انه ما بتتاثري بطاقه الاشخاص اللي موجوده قبلك. نعم. هي شغله كثير مهمه. نعم، يعني غاليه مثل ما حكيتي طاقه المكان يمكن بتعبر عن الاشخاص اللي كانوا ساكنينه، حتى نحن بس نفوت على مكان نقول ملائكته حاضره، يمكن طاقته بدها تكون كثير قويه. خلينا نحكي عن غير البيوت، عن الأماكن اللي فيها تأثيرات دينية، عن المعابد اللي دائما بتحط قرآن، بتحط صلوات أخرى، قديش كمان بتكون طاقتها هيك مريحة وقت بيروح الإنسان رايح لأرتاح، ففي أكيد طاقة يمكن آخذة جدران آخذتها. أكيد طبعا بتكون، يعني كيف بيقولوا، جدران عم بتشع بالطاقة الإيجابية، بتحسي حالك مجرد ما دخلتي في نوع من الراحة والسكينة والأمان، بتحسي في شيء بيعطيكي وين ما كنتي، ما بتحسي بهالراحه النفسيه اللي بتحسيها بقلب اي مكان ديني يكون، يعني بتحسي في شيء من هيك الراحه النفسيه اللي بالفعل بترتاحي لها. ليه؟ لانه بيكون كل شيء موجود بهالاماكن هي مدروس 100%، ما بيحطوا شيء سالي انه يعطيكي طاقه ايجابيه. يعني نحن يمكن بمنازلنا نضيف قصص بدون ما ننتبه تعطينا طاقة سلبية. مثلا ممكن ألوان نحن نضيفها على جدراننا أو على ديكور، نحط لون معين يعطيك طاقة سلبية. بتحسي بهي الأماكن بالذات حتى الألوان بتكون ألوان جدا مريحة، مثلا اللون الأخضر بتحسي اللي بيعطيك كتير طاقة إيجابية أو حتى طاقة مريحة ومريحة للقلب. قد ما كنتي متوترة، مجرد ما شفتي لون أخضر بتحسي حالك في شيء عمل لك بالقلب راحة بالقلب. هي شغلة. الشغلة الثانية بالنظر، قد ما كنتي مثلا زعلانه بكيانه كذا، مجرد ما شفتي لون اخضر، لون الاخضر لون ماس، ففورا بمص هي الطاقه اللي بتكوني انت مثل هون مزعوجه. قعدتنا غاليه، قديش طاقه المكان اليوم بالشام بتجمعنا حلوه. احكي لنا عن طاقه هالمكان، بعدين بنرجع للالوان، يعني مشان كل حدا حابب يعمل بيته، يجدد ببيته بالكسوه، او حابب ينتقل على بيت جديد، تنصحيهم بالالوان المناسبه اللي بتعطيهم طاقه حلوه للبيت. تمام. هلا اكيد ما في احلى من الطبيعه، ما في احلى لما بتكوني قاعده في الشجر والصوت العصافير وهالقصص، بتحسي نوع من الراحة النفسية. قد ما كنتي متوترة أو قد ما كان حتى محيطك عامل لك نوع من التوتر، بتحسي حالك خلص في شيء طلعتي عنه، يعني صرتي بنوع تاني، بطاقة تانية، طاقة إيجابية، بتحسي نوع حتى من الفرح وبتحسي عندك إقبال للحياة. مجرد ما شفتي هيك شجر هيك بتحسي في أمل ببكرة، في بكرة حلو. هلا بالنسبة للبيوت أو للناس اللي عم تنتقل أو عم تجهز ديكور البيت، أنا مو بس بعتمد على الألوان، أنا بعتمد حتى على القطع الموجودة عندي بالبيت. يعني طبعا أنا لما بدي أختار فرش بيت مثلا، بفضل إني أختار مثلا، أنا إذا بدي أجيب طاولة مثلا لغرفة القعدة حصرا، بفضل
جيبها مدوره، ما جيبها يكون لها زوايا. مجرد ما كترنا زوايا بالاماكن كترنا الطاقه السلبيه. ليه؟ لانه الزاويه بتعطيكي حده فبتعطي طاقه سلبيه، فبدنا ننتبه على هذا الموضوع. غرفه القعده هي اللي بتكون جامعه العيله كلها، طول نهارك قاعده فيها، فبدك تكوني مرتاحه. فكل ما انت نقيتي الاشياء المريحه حتكوني مرتاحه اكثر، حتى بالالوان. يعني انا لما بضيف الاشياء الخشبيه، الخشب حنون فبيعطيكي راحه ولا بعد راحه. الالوان لما انا بنقي مثلا لون المشمشي الفاتح، الاخضر الفاتح، الالوان البيجيه الفاتحه، واهم شيء السقف يكون فاتح. يعني انا ضد تماما، في ناس بيعملوا لك الاسقف غامقه، لا، مجرد ما صار السقف غامق انت هون فتي بطاقه سلبيه، بتحسي حالك قاعده وكانه في شيء ضاغط عليكي من الاعلى، بتحسي حالك مزعوجه. مشان هيك منفوت كتير لاماكن بتقولي ما ارتحت ابدا، تماما. ليه؟ لانه بيكون يا السقف غامق او بيكون مدخل البيت كتير صغير وفي كتير كراكيب وعاملينه بشيء غامق، فبتحسي حالك انت من مدخل البيت تقولي والله من اول ما فتت ما ارتحت. فهي اشياء هيك بسيطه بس هي كتير بتعكس علينا. حتى بغرفه القعده لما انا بحط مثل مثلا هيك شغله فيها مي بتعطينا كتير مثلا طاقه ايجابيه، لما بتحطي شلال صوت مي عم بيحرك كمان بتعطيكي طاقه ايجابيه وبتعطيكي دوران للطاقه، لانه نحن على طول لازم نترك مساحه فاضيه يعني بالغرف، ما نكون كتير عاجقين بالتحف وبالكركيب، مشان يكون دوران الطاقه كتير سهل. فانت كل ما خففتي وحطيتي شغلات يساعد على دوران الطاقه، او حطينا مثلا نبته البامبو اللي هي بالفعل بتعطيكي هذا الشكل او هي الطاقه الايجابيه وبتساعد على دوران الطاقه بالغرفه، بتحسي حالك انت كتير مرتاحه. بعكس لما انا بكون حاطه كتير مثلا مجسمات لاشخاص، للصبارة إذا حطينا بالبيت إنه أبداً طاقتها ما حلوة. شو رأيك كمان بهذا الكلام؟ وشي تاني، عنا المرايا بالبيت بيقولوا لهم أماكن معينة، مثلاً حتى بغرف النوم المفروض ينحطوا بمكان معين بالصالون، شو رأيك بهالكلام؟ تماماً. هلأ الصبارة كتير، الصبارة بيقولوا إنه ما أنا منيحة، بس أنا كل بيت فيها صبار، تماماً نعرف صحة هذا الكلام. تماماً. هلأ الناس كتير بيقولوا عليها إنه بالفعل ما أنا منيحة، هي غلط هذا الموضوع. الصبار بالذات هي من النبتات يلي بالفعل بتمص الطاقة السلبية. بس وين الغلط بالموضوع؟ الغلط لما أنا بحطها بمكان غلط. يعني أنا عندي صبار بالبيت ما بيصير حطها على الطاولة بالنص. ليه؟ لأنه هي حتمص الطاقة السلبية وترجع توزعها بسبب الأشواك اللي فيها. فأنا لما بدي حطها بالزوايا، أو أنا إذا بيتي مثلا على الشارع بشان ما تجيني طاقة سلبية من الخارج، بحطها على الشبابيك الخارجية للمنزل، وبحدد على طول مكان الصبار بالزوايا. مجرد ما حطيت يا بالزاوية خلاص مصت الطاقة السلبية وضلت على الزاوية. بس أهم شيء مرة مثلا بالأسبوع نحطها بمكان مثلا الجنينة أو خارج البيت، نحطها بشان تقدر تفرغ، ما تضل محصورة بالزاوية. وين حاطتها يا أنت سالي؟ أنا حاطتها بكل إرنفة عنا صبارة، بس مو بالزوايا. هلأ لغالية اللي نبهتني إنه ممكن إنه نحطها بالزوايا، أنا حاطتها بالنص، يعني بطاولة وبالنص في صبارة. هلأ هي بتمص طاقة سلبية بس بترجع بتوزع. هلأ كمان وين منيحة سالي؟ منيحة إذا أنت حطيتيها مثلا عندك كمبيوتر، كل وقتك على الكمبيوتر، بتمص هي الأشعة اللي طالعة من الكمبيوتر، الأشعة الضارة كمان بتمصها، بس بتحسيها كمان على الزاوية. يعني كتير مهم الأماكن. هلأ بالنسبة مثل ما حكيتي على المرايا، المرايا كتير مهمة. نحن على طول بغرف النوم بتلاقي مثلا اذا ما في مكان او شيء بتلاقي المرايه مقابل التخت، بتحسي حالك طول الليل ناميه منك مرتاحه. اذا ما في مجال تغيري مكان التخت والمرايه، مثلا مكان ضيق، بس بالليل قبل ما تنامي حطي اي قطعه قماش. طيب سكري السبب العلمي غاليه لهي القصه؟ يعني نحن بنسمع مفكره مثلا عالم بيقولوا اشاعه او مو، يعني انه هيك العالم انه عم تحكي انه عادي، هذا من القدم لهلا، يعني انه هيك معروفه عن المرايه، بس نحن بدنا شيء سبب علمي منطقي لحد ما نقدر العالم يعرفوا شو السبب الرئيسي. تماما. السبب انه هي المراية عاكسة، فطول الليل هي صورتك معكوسة على المراية وكيف ما تحركتي، فهذا الشيء بيعمل نوع من القلق. يعني بتحسي حالك انت منك مرتاحة، لانه صورتك على طول معكوسة وانت نايمة، انت عم تتقلبي، انت عم تتحركي، فمجرد ما ضل هي انعكاس الصورة بتحسي حالك انت خلص في شيء وترك. لازم اول شغلة نغطيها. الشيء الثاني على طول نحط، اذا كان غرفتنا النوم كتير ضيقة وفيها كتير غراض، نحط بس صحن ملح تحت التخت ونغيره مرة بالأسبوع. أنت نايمة
عم تسحب هالملح، عم يسحب الطاقة السلبية الموجودة مثلا، وبتحسي حالك انت كتير صرتي مرتاحة بالنومة. بس بدنا ننتبه اذا في اولاد صغار ما ينزلوا تحت التخت او شيء، لانه هذا الملح صار كتير فيه طاقة سلبية. صحيح. يعني حتى تفاصيل صغيرة عم نحكي فيها، خلينا نحكي عن البرادي كمان، لانه دائما ست البيت بس بدها تروح تغير الديكور بتروح لتنقي البرادي، فبتنقيهم احيانا شوي مغطين او معتمين بحسب لون الفرش. قد ايه مهم يكون البرادي، يعني ما رح نقول ابيض، اوف وايت مثلا، جايين على هيك سماوي كمان ممكن يعطوا راحه نفسيه، بعكس البرادي الخمري مثلا. انا اذا شفت برادي خمري بقطع. صحيح تماما. حتى في نقطه هون سالي، اذا نحن كثير نقيناهم معجقين كمان بيصير توتر على فكره، بتكوني انت بدك تحكي موضوع خصوصي اذا وراكي البرداي، فما عاد تركز معك انا، بصير توتر، يعني بصير عقلك الباطن بيتشتت، ما عاد تفهم عليك شو عم تحكي، بصير توتر على طول لما بيكون في كتير تعجيق وهالقصص الالوان الزايده. وكثير بنلاقي في سيدات مثلا بيعملوها كتير ملونه وكتير او اكثر من طبقه، كل ما زادت الطبقات كل ما عملت توتر اكثر. نحن كتير حلو انها تكون اول شيء الوانها فاتحه وتكون كتير هاديه، حتى كموديلها يكون كتير عادي، يعني ما يكون كتير معجقه بشان ما تعمل لك توتر، وخصوصي بغرفه القعده، لانه بالفعل غرفه القعده لازم تكون كتير مريحه لان كل وقتنا فيها يعني. تمام غالية. كمان بيحكوا على الألوان، نرجع للألوان، بيقولوا اللون الأحمر كتير بيعطي دوجان بالبيت، بيعطي عدم راحة، احكينا عن هذا اللون. تماما. هلا من فتره اذا بتتذكري درج كثير الالوان على طول كانوا عم يعملوا الاحمر واسود، احمر واسود، بتحسي كثير صار في مشاكل على فكره بالبيوت. ليش؟ لانه هذا اللون بالذات بيعمل لك نوع من التوتر. ليه؟ لانه هو لون بيعمل هيك طاقه قويه، فبتحسي حالك اي موضوع بدك تحكي فيه اخرته مشكله. ليه؟ لانه لون اندفاع بيعطيكي هيك على طول طاقه اندفاع، بتحسي حالك كثير مندفع. فما بتوصلي على فكره بنقاش انه توصلي لاخره، انه تماما في حل، ما في حل، ما في حل، على طول في مشكله. بعكس لما بتكوني انت مثلا حاطه الالوان البيج او مثل ما حكيت مثلا المشمشي الفاتح او هدول الالوان، حتى بيعملوه احيانا بغرف النوم مثلا بيعملوا لون احمر كثير او هالقصص هي، بتعمل لك توتر، بتصيري ما بتقدري تنامي على طول، عندك نوع من التوتر. واكبر غلط لما انا بعمله بغرفه الاولاد مثلا، بتجي ام فرحانه بتحط لك الوان كثير بغرفه الولد وكراكيب والعاب، حتى مفرش تخته 100 لون ولون، بتجي بتقول لك اخر شيء انا ابني معه فرط حركه، انا ما عم بينام، تروحي على غرفه نوم تنصدمي، طب شلون بده ينام؟ هذا كله بيعطي تنبيه للعقل الباطن ما بيصير بينام. يعني على طول بدنا ننقي الشغلات كثير الهادي حتى خصوصي بغرف النوم حتى نكون كثير مرتاحين. تمام. يعني ما موضوع كثير مهم، وخاصه هو مرافقنا بحياتنا اليوميه هو طاقه المكان. خلينا نحكي عن طاقه المكان وتاثير الاشخاص الفايتين لهذا المكان، قديش ممكن يعني مثل ضيوف جايين على البيت. تمام. بعد ما يطلعوا هدول الضيوف يصير مشكله بهذا البيت. صحيح. فقديش كمان بيعطوا المكان الاشخاص، بيعطوا المكان طاقه؟ اكيد الاشخاص بيعطوا كثير طاقة، الأشخاص اللي داخلين لعندك. بس سمر حكت قبل شوي شغلة عن المرايا، المرايا كتير مهمة تكون بمدخل البيت. ليه؟ لأنه أنا حكيت وقلت إنه هي ماصة للطاقة. تمام. فلما بيجوا بيفوت لعندك شخص عنده طاقة سلبية وأنت حاطة المراية بمدخل الباب، المراية بتمص هاي الطاقة الموجودة، لأنه هو تلقائي حيطلع حاله على المراية، فالعين فورا بتسحب المراية، هاي النظرة اللي بتكون طالعة منه النظرة السلبية، فبتحسي إنه نوعا ما كسرتي أنت 50 أو 60% من الطاقة السلبية الموجودة. بس وين الغلط؟ الغلط لما أنا ما برجع نظف المراية بعد ما يمرقوا الأشخاص ويطلعوا، المفروض على طول المراية تكون بمدخل الباب كتير مهمة. والشي الثاني إنها تتنظف، في حال إجوا هالأشخاص ودخلوا قعدوا أنا ماني حاطة مراية، شو بعمل؟ بعد ما يروحوا مثل ما حكيت قبل فورا أنا بكون حاطة أي قنينة مثلا إزاز حاطة فيها شوية مي وشوية ملح، تمام، بس بخيك شوي أنا كسرت الطاقة، نزلت فورا الطاقة السلبية الموجودة بالمكان. الشيء الثاني مثل ما حكيت عن بخور الصندل أو زيت الصندل. نعم. أنا بس بالمكان فورا بتتكسر هي الطاقة السلبية الموجودة أو يلي طلعت من الأشخاص. هاي هلأ كل السيدات بدهم يتبعوا نصايح غالية، المراية برا اليوم والملح والمي كلهم بدهم يستخدموها. غالية خلينا نحكي مثلا عن طاقة الألوان اللي مثلا اللي حنلبسها مثلا اليوم، قد ايه بتعكس هذا كمان الشيء على يومنا؟ يعني مثلا في الوان بتحسي عن جد انه ابدا مو ظابطه، بتكبت النفس، ما لها مريحه، حكينا عنهم الالوان المناسبه لكل وقت.
تماما. هلا عنا بالصيف على طول الالوان المريحه، يعني الازرق وتدرجات والابيض، هدول الالوان اللي بتعطيكي بالفعل طاقه ايجابيه. بس لما بتشوفي حدا مثلا كتير لابس بهذا الشوب خمري، بتحسي حالك حتى بالنظر مالك قدرانه تطلع، بتحسي في نوع من هيك توترتي، خلص عمل لك نوع من هذا التوتر. هلا فيكي تعرفي الاشخاص من خزانته، مجرد ما يعني شخصيه الشخص ونفسيته من خزانته، مجرد ما فتحتي خزانته لقيتي حدا عنده كل الالوان، عارفي هذا الشخص بحب الحياة، عنده كل الألوان. مجرد ما فتحتي الخزانة لقيتي شخص أسود أسود كله، عارفي إنه هذا كتير هيك بيتمسك برأيه وعنده عنادة، يعني الأبيض بيضل والأسود تماما. الأبيض والأسود لون الأناقة، هو بين إنه بيتمسك برأيه والأبيض بيعطيه السلام والراحة النفسية. لما بنفتح خزانة بنلاقي شخص كل خزانته أو كل ثيابه لون رمادي، عارفي هذا الشخص شوي بيميل للكآبة، لأنه الرمادي لون من لا لون، خليط بين الأبيض والأسود، فهو هو على طول بيعطي هذا اللون كآبه. حتى انا بقول الاشخاص اللي عندهم شوي مثلا حاله نفسيه او كآبه لا يبعدوا عن الالوان الرمادي، لانه هي بتزيد الحاله، لدرجه انه نحن لما بتكون السماء رمادي لونها بتحسي حالك توترتي، فاللون الرمادي شوي صعب. السيده اللي بتفتحي خزانتها بتلاقي اللون الفوشي والاورانج والاحمر وهالالوان، عارفيها انه هي كثير بتحب الشباب، بتحب الحياه، وبتحب تكون ملفته للنظر، ومثل الزهره عم تتنقل، مثل الفراشه عم تتنقل من زهرة لزهرة. فالألوان بالخزانة مجرد ما فتحتي بتكشف كتير قصص. أكيد، يعني مثل ما قالت غالية عدة تفاصيل، يمكن على المرايا اللي حكت عنها سمر، المرايا بأوضة النوم غير على باب على باب البيت. أيضا خلينا نحكي وقت بدنا مثلا هيك نسكر الطاقة السلبية للأشخاص، دائما منعيد غالية من خلال لقاءاتنا أنه نحن فينا نسكر لهم الطاقة السلبية، مثل اللي بينق كتير بفايت على مكان وبده يشرح وضعه بيضل ينق ينق ينق، فقديش مثلا بيغبب هيك الواحد على قلبه، فممكن يمتص هو الشخص الثاني طاقته بأمور معينة بحركات معينة ضمن المكان. أكيد طبعا، هلأ مثل ما نحن منوزع الطاقة الإيجابية بنفس الوقت منوزع الطاقة السلبية بكلمة، والكلمة على طول لها تردد وذبذبات كونية بتنتقل من شخص لشخص. يعني يمكن أنا بكلمة مثلا تكون سالي شوفها كتير رائعة، بكلمة واحدة إزعجها، ليه؟ لأنه أنا على طول سلبي سلبي، يلا بدها تنزعج إجباري. فأنا كتير بدي أكون منتبه للأشخاص حتى يلي حوالي، يعني أنا مثلا بمكان شغلي مثلا بمكتبي على طول في حدا عم بيحكي سلبي، طب أنت كيف بدك تبعدي عنه، أو كيف هو مضطرة أنه يكون ملازمك؟ أهم شغلة أنا ما ضل مركز بالسمع معه، تمام. يعني اعتبره وكأنه راديو وشاعر وعم يحكي، وانت قاعدة بمكان ما فيك تطفي هالراديو، تمام، بس ما شو ما تضلي مركزة، يعني عم متابعتيه خطوة بخطوة وعم بتشاركي بالحديث. مجرد ما عملتي هذا الفاصل ما عاد كتير تماما، ما عاد كتير تنزعجي بالطاقة السلبية اللي هو عم بيقولها. كتير منيح مثل ما قلتي سالي انه انا حط صبارة صغيرة قدامي، اذا الشخص كتير سلبي وعم بيحكي كتير بالطاقة السلبية، كمان نبتة الصبار بتمص هالسلبية اللي هو على طول عم يحكيها. أو عنا شيء تاني اللي هو الكريستال، أنا لما بحط قطعة كريستال عندي كمان هي بتمص كتير الطاقة السلبية، بس برجع بكرر وبكرر وبقول التنظيف، يعني أنا لما بدي أضيف أي شغلة لتمص الطاقة السلبية وبعرف أنه بتمص طاقة سلبية لازم تنظيفها. مثل أنا لما بحمل حجر كريم، قديش الحجر الكريم هو بمص طاقة سلبية، بس لازم تنظيفه على طول بمي وملح. بيقول الغبرة بالبيت كتير بتعطي طاقة سلبية، مزبوط؟ صحيح، يعني كتير البيوت اللي بتلاقيها انه كتير فيها غبرة او ما عم تتنظف صح، اكيد بتعطي كتير طاقة سلبية. تمام، يعني لازم دائما نحن نكب مي بالبيت، ومثل ما قلتي الملح، الملح الصخري ما ولا الملح العادي؟ لا، الملح الصخري او البحري. بعدين في شغلة كتير بتعطينا طاقة سلبية بالبيت واللي هي الحمام، يلي نحن على طول احيانا بنترك باب الحمام مفتوح، او مثلا خصوصي على غرف النوم بيكون باب الحمام مثلا احيانا مفتوح. اكثر شيء بيعطي طاقه سلبيه هو الحمام، لازم على طول يتنظف، وحتى يتنظف بمي وملح، وغطى كرسي الحمام يضل على طول مسكر، وباب الحمام يضل مسكر، لانه اذا بيضل مفتوح بتحسي على طول في طاقه سلبيه، في توتر وفي مشاكل. كثير غاليه بيقولوا المصاري ممكن بعلم الطاقه انه الواحد يزيد المصاري عنده يزيد امواله، احكي لنا عن هذا الموضوع، صح هذا الشيء بعلم الطاقه ولا لا؟ بيقول مثلا اذا حطيتي بالزاويه مدري الجنوبيه الشرقيه المصاري مي مثلا، لانه هي بتجيب المصاري، او صح. من هذا الكلام احكي لنا عن هذا.
هلا هو المي بالذات هو رزق، فبشان هيك نحن لما بنحط مثل ما حكيت انا انه مثلا شلال مي او هيك بالغرفه لو صغير عم بدور هو رزق، فانت مجرد ما عم بتحركي عم بتحركي طاقه المال بالمكان. الشيء الثاني اللي حكيتي عليه انه انا جهه الجنوب عندي لما اعلق كيس صغير، اذا بتعرفوا المخمل اللي كانوا من زمان عند الصياغ هذا الاحمر المدور، حطي فيه بس قطعه نقديه حديد تكون مثلا 25 او 10 تمام، وعلقيها على الشباك من الخارج وبرمجيها، اعطيها برمجه انه كل ما هب الهواء تمام تفوت مع الرزق. صدقيني عن جد بيعطي طاقه كثير ايجابيه للمكان، حتى صوت المصاري لما وقت بيجي هواء بتطلع صوتها بتعطيكي كثير طاقه عن جد ايجابيه بالمكان. الشيء الثاني حكيت عليه انه المصاري، طريقه سحب المصاري. انا مثلا عندي رزمه مصاري تمام نازله على السوق، بيجي على طول متعوده قيمه من وش المصاري واسحب. انت على طول تخيلي المصاري هي كهرم، اذا اخذتي من فوق بينتزع القمة الهرم، وإذا أخذتي من تحت حيهبط الهرم. فأنا كيف باخذ من الوسط؟ ليه؟ بشان يضل عندي الوفرة والمال على طول مستمر. أكبر غلط أنا لما باخذ من وش المصاري، ليه؟ لأن أنت هيك عم بتنقصي فورا، أما لما بتاخذي من الوسط أنت على طول عم تخلي الوفرة عندك متكررة أو طاقة المال ماشية. هاي نقطة. النقطة الثانية، على طول مثلا أنا بنزل على السوق وبرجع مبسوطة، والله ما ضل معي ولا ليرة بالجزدان، وبكون كثير مبسوطة وبالفعل ولا ليرة بالجزدان. هاي أكبر غلط كمان. لازم على طول أنا أخلي مبلغ مثلا 1500 2000 عطول بالجزدان. الجزدان ما لازم يكون فاضي، هي برمجة مال. مجرد ما فضي انت نزعتي برمجتك، فانت عطول لازم تقولي انه في برمجة مال، انا جزداني ما بيفضى. طيب وتضلي تاركتي لون الشنطة على الاموال، يعني انت بيقولوا لك اذا حطيتي حمراء سيئة سوداء مثلا، بينصحوا بالوان، ما بعرف شو هي الالوان، احكي لنا عنها كمان. تماما. هلا الجزدان بس حصران الجزدان اللي نحن بنحط فيه المصاري كثير حلو انه يكون احمر. ليش؟ لانه هو لون من الوان الجذب. وانا لما بعمل هالقصة خلي عطول في مكان في مصاري، هدول ما بصرفهم أبدا، أنت عطول تعطي هون طاقة المال، يعني عطول عندك الوفرة. هاي شغلة. الشغلة الثانية شنطايتي لما أنا بحملها مثلا، بروح قاعدة بمكان بكافيه أو هيك بحطها بالأرض تمام. مثلي أنا مثلا، أكبر غلط الشنطة تنحط بالأرض، لأنه فيها أوراقك، فيها مصرياتك، فيها القصص، والأرض فيها طاقة سلبية، في ناس عم تمرق، في ناس هيك. فهون أنت لا، ما بيصير، هون أنت فتي بطاقة الفقر مثل ما بيقولوا. ليه؟ لأنه بتروحي الطاقة الإيجابية اللي عندك. نعم. متشكرك أكيد غالي على معلوماتك، كثير استفدنا نحن منها، وأكيد كل حدا تابعنا استمتع واستفاد. شكرا لك. نشكرك غالية. بدنا نتمنى لكل مشاهدينا يكون نهارهم وبيوتهم مشعة بالطاقة الإيجابية، وأيضا المال الوفير اللي هو هلأ أساس ومهم جدا بالحياة ومتطلبات الحياة. نتشكر وجودك معنا، نورتينا.